بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. بيان صادر عن المناطق التنظيمية لمنطقة غرب جنين. إننا ومنذ البداية أعلنا موقفنا الواضح والصريح بقرارات وخيارات القيادة الفلسطينية بكل مواقعنا التنظيمية، والتي تتمثل بإحدى عشر موقعا تنظيميا، والتزمنا التزاما كاملا واعتبرنا أنفسنا وما زلنا جنودا أوفياء تحت راية الفتح، ووضعنا خيارنا بين أيدي القيادة الشرعية، ووقع خيار القيادة على الأخ المناضل أبو الطيب جرادات ممثلا عن الخط الغربي في محافظة جنين بترتيب 37 من قائمة فتح حسب ما أبلغنا به من قبل أعضاء في اللجنة المركزية. واليوم نتفاجأ بالدقائق الأخيرة بأن رقم الأخ المناضل أبو الطيب الممثل والمرشح الوحيد في الخط الغربي إلى رقم 51 في القائمة، نتيجة لضغوطات لا تمت للمصلحة الفتحوية بصلة، وإنما تفوقت الجغرافيا والتاريخ، وكان معيارا لإقصاء قامة وهامة وطنية معروفة في الخط الغربي. تمثل عنوان المخزون الاستراتيجي لحركة فتح وصمام الأمان للحركة، كيف لا وهذا الموج الهادر والذي يزيد عن 40,000 ناخب لا يوجد له ممثل بأي قائمة غير قائمة فتح الشرعية. وقررنا ما يلي: واحد، تجميد نشاط وعمل كافة المناطق التنظيمية في العملية الانتخابية. ثانيا، محاسبة كل من تآمر على القرار الشرعي وكان سببا بضرب موقف يشكل صمام الأمان لحركة فتح في محافظة جنين. وأخيرا، نضع هذا البيان والموقف التنظيمي بين أيدي القيادة وعلى رأسها القائد العام لحركة فتح سيادة الرئيس محمود عباس باتخاذ ما يلزم لإعادة الأمور لنصابها والحقوق لأصحابها، وإنها لثورة حتى النص. تفضل تفضل.